موطني الجلال والجمال والسماء والبهاء في نبال في نبال والحياة والنجاة والحياة والنجاة في نبال في نبال هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما سلاما لك يا عراق، شكرا جزيلا. وسلام عاطر وبه أريج من الأعماق يعبق يا سمينا. سلام الله نهديه إليكم مع الترحيب ممزوجا حنينا. سلام من الله عليكم أيها الحضور الكريم، ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم. ونحن نلتقي في رحاب من عزفوا لنا بريشة القلم على أوتار العلم سمفونية النجاح، ونثروا أنغام تفوقهم لحنا تغرد به بلابل الصباح. فالعلم يروي قلوب الظامئين كما تروى البلاد إذا ما مسها مطر. نلتقي هنا في جامعة دجلة الحبيبة ومع طلبة أقسام القانون والإعلام واللغة العربية وعلوم الحاسوب وهندسة البناء والإنشاءات وهندسة التبريد والتكييف، وهم يحتفون معكم بكل فرح وسرور بيوم تخرجهم البهيج في دفعتهم التي توسمت بعنوان تعلمنا هدفنا. فاليوم يرقص مجد الجد مبتهجا بعد التفوق حتى قال حادينا: يا فتية العلم، نلتم خير جهدكم وصرتم اليوم فرسانا ميامينا. أسعد الله مساءكم بكل خير أيها الحضور الأحبة. نرحب بكم جميعا، الترحيب موصول بأستاذنا الفاضل الدكتور مازن الحكيم عميد كلية الحكمة. أرحب برئاسة جامعة دجلة وأعضاء الهيئة التدريسية المحترمون. أرحب بعوائل الطلبة الخريجين الأحبة والطلبة الخريجون الأعزاء جميعا وجميع الحضور، أسعد الله مساءكم بكل خير. أغتنم جمعكم المبارك هذا لنقول: بذل الغنى عندهم لله خير غنى وخير ملك لديهم بذل ما ملكوا، إنهم شهداء العراق الأبرار. نستذكرهم الآن مثلما نستذكرهم في كل أوان، وذلك بوقوفنا لقراءة سورة الفاتحة المباركة ترحما على أرواحهم الطاهرة. اللهم تقبل ثوابها وارحم من هديت له واحفظ من أهداها، آمين رب العالمين. جامعة دجلة اسم رائد في عالم العلم رصين ساسها، تبني تؤسس والتطور واضح جد ومجد يحتوي قاموسها. أدعو السيد رئيس جامعة دجلة الدكتور سعيد المرهج يتفضل مشكورا لإلقاء كلمته بيننا. الحضور الكريم، مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم جميعا. عوائلنا الكريمة، الأمهات والآباء، مكرر شكري الذي سبق أن ذكرته في الكلمات السابقة لكم جميعا، لأنكم وجدتم في كلية دجلة حرم يلوذ به أبناءكم، وأعتقد أن هذا الحرم قد أوفى بعهده معكم، فكانت هذه الكوكبة الجميلة من شبابنا، من شاباتنا وأولادنا الذين تخرجوا، يعزوا على دجلة عمادة وتدريسين أن يفارقوا أولادهم، لكنه فراق لا شك واقع، وفراق يؤسس لمرحلة جديدة للجميع. نتمنى أن تكون هذه المرحلة
مرحلة الزهار ليس لكم أفراداً فحسب، بل لبلدكم أيضاً، للعراق الذي يستحق منكم أن تكونوا عوناً وأن تكونوا بنائين فاعلين في بنائه، في إعادة مجده. أعتقد أن الجميع، جميع أبنائنا بكل أطيافهم وبكل أشكالهم، لا يجمعهم شيء أكثر من حب هذا البلد، لا يجمعهم شيء أكثر من هذا البلد نفسه. نأمل أن نكون قد وفينا برسالتنا العلمية وبرسالتنا الوطنية، ووفينا معكم بما برغم الظروف التي مرت. وأعتقد أنه ظروف الجائحة وما وظروفنا الخاصة في بلادنا، كل هذا ألقت بظلالها على العالم أجمع، وألقت بظلال خاصة على بلدنا. أعتقد كلية دجلة كانت إلى حد كبير سباقة في تعزيز التعليم، وكان التعليم هدفاً حقيقياً وليس شعار، مجرد شعار يرفع. كنا سباقين في اعتماد التعليم الإلكتروني منذ مدة ليست بقليلة، ومن ثم عندما دخلنا في الجائحة ودخل العالم فيها أجمع، كانت كلية دجلة مستعدة استعداداً كبيراً، ومن ثم لم تعرقل مسيرتنا العلمية. ربما واجهت بعض الجهات العلمية عرقلة حقيقية. أعتقد أننا واكبنا التعليم الإلكتروني بشكل جيد جداً، ومن ثم كانت الثمرة على ما نعتقد ثمرة جيدة بكم أكيد. القضية الأخرى، أعتقد أنه في ظل ظروف الجائحة، وهذا ما معلن، كلية دجلة تقدمت بخطوات كبيرة في مجال البحث العلمي وفي مجالات التصنيف العالمية. ما حققناه على مستوى أكثر من 4 تصانيف، والخامس دخلنا فيه حديثاً، يؤكد أن ثمت مسيرة علمية حقيقية نحرث حرثاً لتحقيقها. والحرث زرعه أنتم وزرعه المقبل من أبنائنا. نتمنى لكم التوفيق. وبعض سبق أن ذكرته، بعض من زملائنا التدريسيين ممن تخرجوا من دجلة، نتمنى أن نرى من بينكم من يعود لدجلة أستاذا كما كان فيها طالبا. شكرا للجميع، والسلام عليكم. شكرا سيد رئيس الجامعة، شكرا جزيلا. اسمع حلاهيل الوالدات الأخوات العوائل، احنا في فرح ان شاء الله. الآن ننتقل لمراسيم أداء قسم التخرج بين الطلبة الخريجين. أدعو من جميع الحضور ما فيهم العوائل والكوادر التدريسية والطلبة الوقوف لأداء القسم، فيما أدعو الدكتور محمد سلمان الجميلي رئيس قسم القانون يتفضل لأداء القسم. أقسم بالله العظيم أن أصون واجبي وأن أخدم وطني بكل أمانة وأن ألتزم بالتشريعات والقوانين وأن أؤدي واجبي الوطني بصورة صحيحة وأن أحترم مهنتي وأن أرفع اسم بلدي عاليا في كل المجالات. والله على ما أقول شهيد. سنبدأ على بركة الله بتخرج أول قسم، القسم الكبير علما الصغير عددا، قسم البناء والإنشاءات، القسم المدني. سلسي يا حليه وبلهم سلسي، سلسي يا حليه وبلهم سلسي، وتونس بهاي الحياة ودور لعبة تونسي.
بجامعة دجلة حبيبة الشوق جاك وصار عطرك نرجسي، وأنا والله الشيخ ضيم أشوفه وكل دوخ بيوم رسم الهندسي. سأقرأ لاحقا من القصائد الشعبية بعد أن نكرم ونوزع الشهادات، شهادات تخرج بين خريجي القسم المدني. أبدأ رئيس الجامعة على خشبة المسرح، وسيد رئيس القسم الكادر التدريسي للقسم المدني يتفضل معنا على خشبة المسرح. المهندسة مفاس كامل عبد الله، المهندس علي حيدر، المهندس علي لؤي. تعبنا واجتهدنا وعلى القمة صعدنا، سهرنا هالليالي رفعنا راس أهلنا، كل واحد طموحة فوق يعلي روحة، نجحنا ونحمد الله ما ضيع تعبنا، الفضل الله والدعاء الوالدين، النتائج هون التعب السنين، ناجحين احنا يا عالم ناجحين، ما يسعنا الكون من قد الفراغ، ما يسعنا الكون من قد الفراغ. سأنتقل الآن إلى قسمي وسأتحيز قليلا إلى قسم الإعلام مع وجود أستاذي ومدرسي وأخي الأكبر الدكتور علي حنون العزيز. كل أساتذة طلبة ألف ألف مبروك. أقول بقسم الإعلام عفت القلب مفتون، بإعلامية حلوة مسود العيون، عفت حلوات دجلة وكل الأقسام، عفت قسم القواعد واللي يعربون، عفت قسم الإدارة وقسم تبريد طب أسنان عفته وأنا ممنون، شلب قسم البناء وعلم حاسوب، القلب يهوى الصحافة وبيها مجنون، وتحليلات شنه محلل الروح فدوى العشق قلب البيها مرهون، محامي وعندي دعوة بقسم الإعلام أريد أدمج صحافة بقسم قانون. أدعو السيد رئيس الجامعة السيدة رئيسة القسم الكادر التدريسي لقسم الإعلام إلى خشبة المسرح، نباشر بتوزيع شهادات التخرج بين المتخرجين. أبدأ بالإعلاميين الأحبة أحمد جودة، أحمد عبد الله، أحمد علاء، أحمد مهدي، الحسن لؤي، أنس قاسم. شكرا سيد رئيس الجامعة، شكرا جزيلا. شكرا السيدة رئيسة القسم، يتبادل الكادر التدريسي المهام. شكرا جزيلا للكادر التدريسي في قسم الإعلام، شكرا وتحية ومباركة للطلبة الخريجين. نصفق لخريجي قسم الإعلام، أسمح الأهالي من العوائل الكريمة لأولادهم لبناتهم الخريجين، شكرا جزيلا. إلى قسم اللغة العربية، هذا القسم العزيز سنبدأ معه مراسيم التخرج. أعرب حياتي فاعل منصوب، فجميع ما في مهجتي مقلوب، قواعد العشق لا نحو يقيدها، الفعل مصدره حب ومحبوب. السيد رئيس الجامعة والكادر التدريسي إلى خشبة المسرح، نوزع الشهادات التخرج بين الطلبة الخريجين.
شكرا سيد رئيس الجامعة، شكرا جزيلا، شكرا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا لرئيس الجامعة الذي بقى على خشبة المسرح كتدريسي في قسم اللغة العربية، شكرا دكتور سعد، شكرا جزيلا. شكرا سيد رئيس القسم، شكرا جزيلا. كنت بين الناس وينك يا محبوب، متخرج انا اليوم من قسم حاسوب، كم دوب فرمت بيه وكم جيجا شايل، رام القلب متروس حب ورسايل. الى توزيع شهادات التخرج، السادة اعضاء القسم معهم السيد رئيس الجامعة الى خشبة المسرح. راح نتعبك استاذ دكتور سعيد. سأنتقل إلى قسم جديد، لا أقول بل سأقول شعرا، سأعرف هذا القسم وأقول: نكيف الحب على أهوائنا، نهندس الدنيا كما نريدها، حرارة القلوب ها نحن لها، من ضمن اختصاصنا تبريدها، قسمي هندسة التبريد والتكييف. إذن أدعو أعضاء الكادر التدريسي لقسم التبريد والتكييف بصحبة السيد رئيس الجامعة إلى خشبة المسرح، السيد مساعد رئيس الجامعة إلى خشبة المسرح، نوزع الشهادات بين الطلبة الكرام. إلى الأعزاء في قسم القانون، إلى رحاب المحاكم والعدالة والمحاماة، أقول: ربحت قضيتها وخسرت وعودي، فمحاكم الحب لم تسمع شهودي، قاضية هي من عشقت وحكمها سجن برمش عيونها السودي. السيد رئيس الجامعة والكادر التدريسي إلى خشبة المسرح رجاء. السيد مساعد رئيس الجامعة يشاركنا مشكورا، شكرا السيد رئيس الجامعة دكتور سعد، شكرا جزيلا. أسسنا حلمنا وردنا من علمنا شي يخدم وطننا، وطننا الغالي هو بوجه أبيض طلعنا وكل خير، بينا باكر هالوطن أحلى يصير، راح نبقى نكافح احنا للاخير، وما يسعنا الكون من قد الفرح، ما يسعنا الكون من قد الفرح، حقنا بالانجاز نفخر شي اكيد، وراح نبقى نواكب بكل شي جديد، يسعى والاصرار بينا يظل يزيد، ما يسعنا الكون من قد الفرح، ما يسعنا الكون من قد الفرح.
المحامية صفا خضر محمد. شكرا جزيلا للهيئة التدريسية في قسم القانون وللطلبة الخريجين للعوائل للجميع على طريق الخير والمحبة والسلام. نلتقيكم دائما إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم.